ما شاء الله ما شاء الله، يعني قاذفة صواريخ كنا محتاجين زيها ان شاء الله في ماتش يوم الجمعة، لكن ان شاء الله رجالتنا قدها وقدود. بيشرفنا النهارده في السادسه نجم النادي الاهلي المدفعجي كابتن محمود ابو الدهب. اهلا بيك يا كابتن محمود. حبيبي يا كابتن احمد استاذ سمير، وانا استاذ احمد انا سعيد ان انا موجود معاك، وان شاء الله يبقى وشنا حلو على النادي الاهلي، ونتمنى الفوز طبعا للنادي الاهلي. مطمن كابتن محمود؟ طبعا الحمد لله طبعا، لان عندي ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، لان احنا النادي الاهلي يعني شخصيه البطل بتبان في الماتشات ديت. فان شاء الله يعني ان شاء الله مركزين بشكل كبير جدا وفي تفاؤل كبير جدا. لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان احنا اللعيبه يمكن بعيد عن كل اللي بيحصل بره على السوشيال ميديا او التصريحات اللي بتبقى موجوده، على فكره ان التصريحات دي بتبقى صحيه، ان انت بتدي ثقه للعيبه وبتدي شحن زياده للعيبه، بيبقى عندهم مسؤوليه تجاه ناديهم وتجاه نفسهم ان هم يحققوا بطوله كبيره زي دي. فان شاء الله ربنا يكرمهم ويكسبوا البطوله، يفرحوا جماهير النادي الاهلي ويفرحوا نفسهم الاول ويفرحوا مجلس ادارتهم والجهاز الفني ان شاء الله. ده عن النادي الاهلي بشكل عام.